يا رب الهمنا جميعا الصواب، واجعلنا يا ربنا نقف على الأعتاب، أعتاب ودك وكرمك، حتى تجود علينا يا مولانا بالعطايا، فقراء يا مولانا، مساكين. احفظ مجتمعنا واحفظ كل فاعل في مجتمعنا بأن تلهمه الصواب وأن تنور قلبه للطاعة يا رب العالمين. اجعل التجار يتقون الله فينا ويتقربون إليك يا مولانا بترك الجشع وبالأمانة وبالصدق يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اجبرنا يا كريم.